السلام عليكم. نريد أن نتكلم في هذا الفيديو عن علاج سحر المرض، وقد تكلمنا في فيديو سابق عن أعراض وعلامات سحر المرض. سحر المرض هو نوع من أنواع السحر يؤدي إلى تحول الإنسان من الصحة والعافية إلى الأمراض والأسقام، ويتحول الإنسان من القوة والنشاط إلى الضعف والخمول والكسل، وضعف في وظائف أعضاء الجسم، وأحياناً يتوقف عضو من أعضاء جسمه، العين، الأذن، يصاب بشلل، يكون معه قولون، يكون معه بواسير، ضغط، سكر، حتى سرطان، وأحياناً يفقد البصر ثم يرجع. وعندما يذهب إلى الطبيب، الطبيب أحياناً يكتشف أن المرض وأحياناً لا يكتشف. هذا هو علامة ورمز لمعرفة أن هذا نوع من السحر. العلاج يكون من خطوتين. قبل الحديث عن العلاج أقول أولا وقبل كل شيء، يجب على المريض أن يكون على يقين بأن الله هو الشافي، هو الكافي، وهو المعافي، ولا يعتقد غير ذلك. فيجب عليه أن يثق بالله ويتوكل عليه حق توكله. هذا أمر. الأمر الآخر، يعزم على توبة نصوحة وترك المعاصي والذنوب، لأن المعاصي والذنوب أيضا يكون سبب في عدم العلاج أو تأخير العلاج أيضا، فالتوبة النصوحة مطلوبة. نأتي إلى العلاج. إذا كان حالة الشخص صعبة يستعين بأهل، يعني أثناء الرقي عليه يسرع، فيستعين بأهل بيته، شخص أخو، أبو، حتى أمه، أخته، يقرؤون عليه الآيات اللي نذكرها. إذا لم يجد شخص من أهل بيته يلجأ إلى من؟ يلجأ إلى راقي شرعي ثقة معتمد. ما هي الخطوة؟ أن يقرأ عليه الراقي، أو هو يقرأ على نفسه، أو أهل بيته يقرؤون عليه آيات فك السحر، آيات فك العقد حتى يتخلص المريض من العقد اللي عقدها الجن أو الساحر في جسده، وحتى ما يستطيع أن يرجع الجن. قراءة آيات الشفاء على المريض، قراءة آيات الحرق والعذاب، ونضع كل هذه الآيات في صندوق الوصف. الخطوة الثانية هو برنامج الاختسال. يقوم المريض ببرنامج للشفاء والتعافي، وذلك بأن يحضر إناء كبير فيه 20 لتر من الماء، يضع فيه 7 ورقات من سدر، يقرأ عليه نفس الآيات الأولى، آيات فك السحر، آيات فك العقد، آيات الشفاء، آيات الحرق والعذاب. يأخذ من هذا الماء لتر ويضيف إلى ماء آخر دافئ، ويضيف عليه أيضا 7 أوراق من السدر، ويغتسل بهذا الماء مدة 7 أيام. يكرر هذه العملية 3 مرات، أسبوع بأسبوع، أسبوع يعني 21 يوم، فبإذن الواحد الأحد سوف يشفى. أولا وآخرا، اجعل ثقتك بالله عالية وتوكلك على الله سبحانه وتعالى. وبعد العلاج أيضا لا يتوقف الإنسان من استمرار قراءة سورة البقرة والورد اليومي من القرآن، والتزام بالصلوات في وقتها، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، لأن هذا الجسد، جسد المريض، عندما يخترق من قبل السحر يكون ضعيف، يكون استقباله لسحر آخر سهل، وعليه يجب على الإنسان التحصينات، خاصة الأذكار الواردة في السنة النبوية. بارك الله فيك.